بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله نعمل الـ DXF فايل لأول دور عندنا اللي هو دور الجراج. ده الجراج بتاعنا، ده المعماري بتاعه. هنبدأ لو جبت layer isolate اللي جه من كيك يمين، وعلمت على هنا حاجة اسمها layers double. جبت الأمر اللي هو layer isolate، وعلمت على العمدان، حدود العمدان بالحوض الخرسانية بالهاتش بتاعها. ممكن الهاتش لأ، شيفت كليك تاني يروح لقهنا. وعايز الحدود بتاعتنا بتاعت المنشأ اهيت، بأمر كوبي اروح واخد نسخة من هذا الشكل. لاير ان ايسوليت يروح مرجع لنا كل اللاير المطفية. اول حاجة هجيب امر لاين، اول حاجة هجيب اللاير اللي اسمها وول ايتاب، هعمل لاير جديدة اسمها وول ايتاب. اللاير ديت الهدف منها ان انا هعمل بأمر لاين، همشي بأمر لاين على الحيط الحوائط الخرسانية بالأعمدة اللي موجودة في المنتصف بتاعها بالمنظر ده زي ما حضرتك شايف. اهو بأمر لاين كل الحوائط الخرسانية وكل الأعمدة بأمر لاين، همشي في المنتصف بتاعها. ده أول خطوة هنبدأ نعملها في الـ DXF بتاعنا. اهم حاجة بس ما تتلخبطشي، ها في المنتصف بالظبط. بأمر لاين على لاير اسمها وول اللي هنوديها للإتابة. الهدف مش ان انا برسم الحوائط الخرسانية، ولكن انا برسم خط يوضح لي مكان الحيطة الخرسانية هيبقى فين، لغاية ما هنبدأ نحدد مكانه على الإتاب ونبدأ نرسمه على الإتاب بالتخانة بتاعته. بالنسبة لكل الحوائط الخرسانية لازم تعمل فيها نفس الكلام. طبعا يمكن اول مرة الموضوع هياخد مننا وقت، ولكن بعد كده بعد ما نعمل كذا ملف دي اكس اف الامور هتبقى سهلة ان شاء الله. ده بالنسبة للحوائط الخرسانية والاعمدة. بالنسبة للكود نفس الكلام، بامر لاين هرسم خط كده يساعدني بس فقط في رسم المنتصف، وراح اعمل له ديليت. اهو بوصل خط من هنا لهنا عشان اعرف اجيب المنتصف فين. بعد كده بروح اعمل له ديليت بامر لاين من هنا لهنا. بعد كده بروح اعمل له ديليت بامر لاين. بعد كده راح اعمل له ديليت بامر شنفر. بعد كده شنفر ده مع ده، ده مع ده، ده مع ده، بحيث يبقى انا كده مشيت على السنتر لاين بتاع الكور بتاعي. بأمر لاين من هنا لهنا اهوت، بأمر لاين بأمر لاين. اشيل الخطوط اللي انا كنت عاملها عشان تساعدني بس ان اجيب المنتصف. بأمر شنفر ده مع ده، ده مع ده، ده مع ده، وارجع تاني ده مع ده وده مع ده. يبقى انا كده بشيت بامر لاين على السنتر لاين بتاع الكور بتاعنا. نفس الكلام يتعمل هنا بالنسبة للكور دوت. طبعا بقى ممشيش بامر لاين على اماكن الفتحات او الابواب اللي موجودة في الكور بتاعنا، بسيبها من غير لاين. اهم حاجة الخطوط بتاعتها تطلع مظبوطة. وأي زيادات موجودة مش موجودة معانا ياريت نمسحها بعد إذن حضرتك.
شاب عمرو شنفر بعد كده ده مع ده اهوت. راح مسح الزيادة عمرو شنفر ده مع ده ده مع ده وده مع ده. يبقى انا كده مش برضه بامر لاين على السنتر لاين بتاع الكور بتاعنا بالنسبه للحوائط الخرسانيه بالنسبه للاعمده. ادي اول مرحله. المرحله الثانيه بالنسبه للكاميرات هجيب اللير اللي اسمها بيم اللي انا هوديها للايتاب. لو انا عندي مارجنال بي موجوده بره لازم الكاميرات اللي انا هرسمها على حدود الفلات سلاب بتاعتي لازم تكون ماشيه مع الخط ده اللي هو بيمثل الحيطه او العمود بتاعنا، يبقى ماشي على الخط الاخضر. ما ينفعش غير كده. بالنسبه لفي هنا كده منطقه الرم بتاعتي، معلش هنحدد حدودها، بدايتها هنا ونهايتها هنا. باخد كوبي واروح ماسك اللي انا هاخده كوبي دوت وليكن من الكورنر دوت، عشان بحيث ان انا لو حطيتها في نفس المكان الكورنر يبقى انا كده ضامن انها جت في المكان السليم بتاعها. انا هعمل كاميرات حوالين الرام بتاعتي من هنا لهنا. لازم الكاميرات دي يا جماعه ما ينفعش تمشي مع الخط ده ولا ينفع تمشي مع الخط ده، لازم تكون ماشيه مع الحوائط اللي انا عملتها بالمنظر ده. دي شبكه الكاميرات اللي انا هعملها. حتى برضو الكاميرا اللي هتتعمل هنا لازم ما تكونش ماشيه مع الخط ده ولكن تكون ماشيه مع الحيطه اللي انا عملتها. وعندي كاميرا تانية هنا اهي او افرت هنا مثلا، وبامر لاين هعمل كاميرا تانية من هنا تبقى عموديه هنا وامد ديت لقدام. انه معنى ذلك شبكه الكاميرات بتاعتنا الكاميرات اللي هنا كلها متشاله على الحوائط اللي موجوده هنا، ودي كاميرا ثانويه متشاله على الكاميرا ديت وشايله الكاميرا ديت من هنا. طبعا الكاميرا ديت بتاعتنا طالما عملت مماس للحيطه الخرسانيه اللي هي متشاله عليها. ده بالنسبه لشبكه الكاميرات اللي احنا هنحتاجها فقط هنا. انا مش محتاج كاميرات احطها بره لان انا هشتغل نظام فلات سلاب. اما لو حبيت احط لازم بقول تاني لازم الكاميرات بتاعتنا تكون ماشيه مع الحوائط الخرسانيه بالمنظر ده. طيب بالنسبه للبلاطات الخرسانيه بتاعتنا هجيب اللير اللي اسمها سلاب تاب بامر اسمه 3 فيس بيجي من قائمه درو موديلنج ميشز 3 دي فيس او الاختصار بتاعه امر اسمه 3 اف انتر. بروح اعمل بلاطه وليكن نص متر في نص متر في نص متر. حضرتك ده المش الصغيره بتاعه البلاطه بتاعتنا. اولا يا جماعه المش ديت لازم لها البدايه بتاعتها احطها فين بالظبط. اولا المش دي ممكن تبقى نص في نص، ممكن تبقى متر في متر، ممكن تبقى 75% في 75% على حسب المش اللي انت عايزها. كل ما الدقه صغرت او كل اسف كل ما حجم المش صغر كل ما الدقه زادت، ولكن هياخد وقت اطول في الحل. اولا البلاطه الصغيره اللي انا عملتها ديت اولا لازم تكون ماشيه مع حرف الحيطه اللي انا عملتها، ادي حاجه. فعشان كده رحت حطيتها هنا. طب ليه حطيتها على الخط الاخضر ما حطيتهاش فوق؟ ليه؟ عشان تكون ماشيه مع الحرف دوت عشان لما نيجي نعمل لها الري. الحته دي مهمه قوي قوي قوي. هجيب امر الري بدخل عدد الصفوف وليكن 100، بدخل عدد الاندان وليكن 120، المسافه بين الصفوف سالب نص لانها لتحت، المسافه بين الاندان نص بالموجب لانها ناحيه اليمين. سيلكت اوبجكت هنختار المربع دوت واقول له اوكي. اي زيادات موجوده في المش بتاعتنا ممكن نعملها ديليت، ما فيهاش اي مشكله خالص. نرجع هنا البلاطه اللي انا عملتها دي كلها دي عباره عن المش بتاعت البلاطات. اول حاجه بحب اهتم بيها هي حدود البلاطه مع حدود المنشا. اولا في فرق هنا صغير ما تحطش فيه بلاطات، بسيط جدا بامر كوبي هناخد المربع الصغير دوت من هنا نحطه هنا، بامر ستريتش نعمل له ستريتش بحيث يجي على حدود البلاطه، وبامر اري نخلي عدد الصفوف واحد وعدد الاندان 120 زي ما هما، ونعمل للمستطيل ده اري. يبقى انا كده غطيت الحدود من هنا. طب بالنسبة للحدود من الناحية دي بأمر كوبي نفس الكلام بالظبط، هناخد كوبي للمربع ده ونعمل له ستريتش، بأمر الري نخلي عدد الصفوف هي اللي 100 وعدد الأندان واحد وأروح الأوكي. فاضل لنا كورنر صغير هنا، بأمر كوبي ناخد المستطيل ده كده، بأمر ستريتش عمرو ستريتش
هي مش بس. يبقى انا كده ظبطت حدود البلاطه من هنا، نروح الناحيه دي اي زيادات موجوده نبدا نشيلها. اولا حرف البلاطه من هنا، كل دي كلها بلاطات زياده نشيلها. لازم حرف البلاطه من هنا يا باشمهندس يكون ماشي مع الحيطه الخرسانيه بتاعتنا، فبامر ستريتش اهو. اي زيادات كلها نشيلها بامر ستريتش. الزيادة دي كلها نشيلها وبأمر ستريتش. مشويش كده، لازم يكون حرف البلاطة ماشي مع الحوائط الخرسانية اللي احنا عملناها اهوت. ستريتش اول حاجه. الحاجه الثانيه دلوقتي لازم نكمل البلاطه للاخر، فبامر كوبي لو خدنا المستطيل ده كده من هنا حطيناه هنا، وبامر ستريتش ظبطناه على حدود البلاطه بتاعتنا، وبامر اري عدد الصفوف 101 عدد الصفوف 100 والاعمده 1 اهوت. في كوردن هنا ما اتعملش، بامر كوبي كالعاده زي ما احنا عملنا هناك، بامر ستريتش ونظبطها على حدود البلاطه بتاعتنا. يبقى احنا كده ظبطنا الكورنر اللي هنا. ننزل تحت دلوقتي لازم حرف البلاطه ده يجي هنا بامر ستريتش اهوت. ناخده كده، لازم يجي على حدود الخط ده اللي هو على الخط الاخضر يعني اهوت بالمنظر ده كده. ولازم الحرف دوت يرجع بحيث ان هو يبقى على حدود البلاطه بتاعتنا. يبقى انا كده ضمنت باللي انا عملته دوت. بص حضرتك كده ان الحرف ده هيكون ماشي مع الحيطه اللي انا عملتها، وان الحرف اللي بره ده هيكون ماشي بالظبط مع حدود البلاطه بتاعتنا بالظبط كده. يبقى ده يطلع لبره وده يدخل لجوه. يبقى انا بظبط الحرف ده بحيث انه يبقى ماشي مع حدود الحوائط اللي انا عملتها، الحوائط الخرسانيه. هبص حضرتك كده ستريتش ماشي مع الحد بتاع الحيطه، وفي نفس الوقت ده بدخله جوه عشان يبقى ماشي مع الحرف بتاع البلاطه. لازم الدي اكس اف بتاعنا يتعمل بمهاره فائقه عشان ما يحصلش فيه اي غلط. يجي هنا ده كده ده كده ستريتش اهوت، وده كده ستريتش اهو تمام. يبقى انا كده ظبطت البلاطه بتاعتي على حسب الحدود بتاعه المنشاه. تاني تظبيطه ببدا اعملها هي تظبيطه الكاميرات بتاعتنا. لازم اهم حاجه، مش بس الزيادات دي كده مش لازمه، اهم حاجه ان لازم تكون حدود. طب نسيب الكاميرات دلوقتي ونشوف الاعمده بتاعتنا. اول حاجه لو نفتكر كده احنا كنا حاطين هنا حيطه خرسانيه مثلناها بامر لاين، ضمننا ان حرف البلاطه جه على الخط بالظبط، بس لازم نضمن ان بدايه البلاطه او ان الكورنر بتاع البلاطه دي يكون ماشي مع بدايه الحيطه بتاعتنا. بص حضرتك كده يعني الراجل ده كده، احنا ضامنين ان حرف البلاطه ماشي معاه، ولكن لازم الكورنر ده يكون ماشي مع اوله، والكورنر الاخير ده يكون ماشي مع نهايته. تمام كده اهو، ماشي مع اوله وماشي مع نهايته. والله حضرتك تجيب ده لده او تجيب ده لبره ايهما اقرب، دي ما فيهاش اي مشكله خالص. طبعا الكلام ده هيستمر لبقيه الحوائط بتاعتنا. الحاجة التانية بالنسبة للأعمدة الداخلية عندنا مشكلتين. المشكلة الأولانية لازم حرف البلاطة ده يبقى ماشي مع الخط ده، فبأمر ستريتش اهوت من هنا لهنا. الحاجة التانية لازم الكورنر دي تبقى موجودة عند بداية الحيطة بتاعتنا،
والكورنر دي لازم تبقى موجوده عند بدايه الحيطه. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بظبط المشي اللي انا عملتها بحيث انها تكون ماشيه مع الخطوط اللي انا مثلتها، الحوائط الخرسانيه، ولازم تكون ماشيه مع اولها وماشيه مع اخرها. بص حضرتك كده تاني بعمل ستريتش، باخد ده كده يا باشمهندس، بحيث ده الحرف البلاطه يبقى ماشي مع الخط بتاعنا. الحاجه الثانيه لازم البدايه تكون ماشيه مع المش بتاعتنا، ولازم النهايه تكون ماشيه مع المش بتاعتنا. تاني اها، طبعا الكلام ده هيتعمل لكل الحوائط. بعمل ستريتش، ناخد ده ولا ده ايهما اقرب؟ مش فارقه كتير، نشيل بس الزيادات دي. بعمل ستريتش وليكن ناخد الحرف ده كده من هنا نحطه هنا. الحاجه الثانيه لازم البدايه تكون ماشيه مع بعضها كده، ولازم النهايه متظبطه. تمام، طبعا الكلام ده هيتعمل لبقيه الحوائط الخرسانيه بتاعتنا كلها بالكامل الموجوده في المنشا بتاعنا. بعمل ستريتش هنظبط تبقى ماشيه مع البدايه وماشيه مع النهايه. تمام كده. بالنسبه للكور بتاعنا نفس الكلام، بص حضرتك كده اهو، بامر ستريتش وناخد الراجل ده كده بحيث يبقى ماشي مع الحرف بتاعنا، وادي الكورنر ماشي مع بعضه يجي هنا، لازم الراجل ده يجي يمشي مع الكورنر ده كده، ولازم الراجل ده كده يجي يمشي مع الكورنر ده كده، ولازم الراجل ده كده يجي يمشي مع الكورنر ده كده. بامر ستريتش لازم ده يجي مع الكورنر ده كده، لازم ده يجي مع الكورنر ده كده. تمام، لو انا جيت رسمت الكاميرا في الحته دي هجيب الليير اللي اسمها بيم، بحيث ان انا اربط الكور كله مع بعض اهو، بامر لاين من هنا لهنا. يبقى معنى ذلك لازم المشي بتاعتنا تكون ماشيه مع مع الكاميرات بتاعتنا. تمام، نكمل بامر ستريتش اهي يا باشمهندس، بنظبطها مع الكورنر اللي في الاول، لازم الكورنر اللي في الاخر يكون متظبط. يبقى معنى ذلك الراجل ده كده لازم يكون ماشي هنا، تمام، ولازم ده كده يكون ماشي مع الخط ده، ولازم الكورنر ده كله يكون ماشي مع ده. يبقى انا كده ضمنت الكورنر ده كده ماشي. نيجي هنا لازم الكورنر ده كله الخط ده كله يكون ماشي مع الحرف دوت، تمام كده، ولازم يكون ماشي مع اوله، ولازم يكون ماشي مع اخره. دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا نجيب لاين ونربط الكور ببعضه بكاميرات. الكاميرات بتترسم بامر لاين على لير اسمها بيم تاب. اولا لازم المشي بتاعتنا تكون ماشيه مع اول الكاميرا ومع اخر الكاميرا ومع حرف البلاطه مع حرف الكاميرا زي الكور بالظبط. تمام كده كله متظبط. المفروض ان البلاطات اللي جوه الكور دي كلها نعمل لها ديليت لانها مش موجوده. كل البلاطات اللي جوه الكور دي كلها نعمل لها ديليت لانها مش موجوده. نفس الكلام اللي احنا عملناه هنا هنعمله مع الكور اللي تحت. بص حضرتك كده اهو، اول حاجه بامر ستريتش ده يجي هنا وده يجي هنا، ده يجي مع البدايه وده يجي مع البدايه. ده بالاضافه ان احنا عندنا كاميرات بامر لاين موجوده على لاير اسمها بيم اللي هتروح للكتاب اهيت، تكون ماشيه مع حرف البلاطه برضو. بامر ستريتش ناخد الحرف ده كده كله نظبطه هنا اهو، يكون متظبط في الكورنر اللي في الاول وتظبط مع الكورنر اللي في الاخر. بامر ستريتش اهو، بامر ستريتش ده هنا، بامر ستريتش ده هنا، بامر لاين ما تنساش ان احنا عندنا كاميرا من هنا لهنا. بامر ستريتش ناخد الكورنر ده كده اهو، بامر ستريتش ناخد الحرف ده كله هنا بامر ستريتش ناخد الحرف ده كله هنا. تمام، يبقى انا كده ظبطت كل البلاطات اللي جوه دي كلها نعمل لها ديليت. كل البلاطات اللي جوه دي كلها هنعمل لها ديليت اهو. يبقى معنى ذلك حاجه مهمه جدا ان لازم حرف البلاطه يكون ماشي مع الكور اللي احنا عملناه، سواء فينا من اوله او من نهايته او عند التقاطعات اللي زي ديت ماشي، ولازم يكون ماشي مع الكاميرات بتاعتنا. هنا بقى بالنسبه للرام، اول حاجه بامر ستريتش لازم ده كله يكون ماشي مع الكاميرات بتاعتنا اهو، واوتوماتيك طالما ماشي مع الكاميرات يبقى اكيد ماشي مع الحوائط بتاعتنا. يجي من هنا
اها تمام، هو ماشي من الحرف ده كده تمام. نيجي من هنا بعمل ستريتش، ناخد الجزء ده كده اهوت اوتوماتيك اساسا. لو الحيطه دي متظبطه كان المفروض انها تبقى كده، وكان المفروض انها تبقى متظبطه من اولها، تيجي تتظبط من اخرها يبقى تتظبط من اخرها معاها الحيطه ومع الكاميرا في نفس الوقت. بعمل ستريتش الزياده دي كلها لازم تتظبط مع الكاميرا. اها الحيطه ديت اساسا لو كانت متظبطه كانت المفروض انها تبقى كده اهي. يبقى معنى ذلك هي اتظبطت كده مع الحيطه ومع الكاميرا. بعمل ستريتش اهوت الحيطه بتاعتنا ديت مظبطها. بعمل ستريتش وتيجي هنا لازم ده الكورنر ده يتظبط مع بداية الحيطة بالتالي مع الكورنر بتاع الكاميرا. بعمل ستريتش اهوت وتيجي هنا تتظبط مع بداية الكاميرا. يبقى معنى ذلك حتى الكاميرات بتاعتنا لازم تكون ماشية على حرف البلاطة، ولازم التقاطعات اللي زي ديت تكون ماشية مع الكورنر بتاعة البلاطات بتاعتنا. طبعا كل البلاطات اللي موجودة جوه دي كلها هنعمل لها ديليت. وبرضو البلاطات اللي موجودة بره ديت بأمانة برضو تعمل لها ديليت لأنها مش موجودة، مفيش أي بلاطات هنا، مفيش أي سقف، هي الكاميرات بس اللي إيه اللي موجودة اهي. ممكن بمنتهى البساطة نجيب الأمر ده ونعلم عليها أهو وندوس إنتر وأروح شايل الزيادة دي كلها مرة واحدة. ده كده الحرف ده يكون ماشي فوق ستريتش اهو واشيل دي بحيث ان انا لو رجعت اليرس كلها الاقي كله تمام. يبقى اول حاجه احنا عملناها ان احنا رسمنا مطرح الحوائط الخرسانيه بامر لاين في المنتصف بتاعها، تاني حاجه رسمنا الكاميرات بتاعتنا، تالت حاجه رسمنا مش صغيره نص في نص وعملنا لها اري الري اللي احنا عملناها ظبطناها مع حدود المنشا بتاعنا. ده اول حاجه. الحاجة التانية ظبطناها مع الحوائط الخرسانية زي ما احنا شايفين في أولها وفي آخرها وعلى الحدود بتاعتها، وظبطناها مع الكور بتاعنا معايا، وظبطنا المش بتاعتنا مع الكاميرات بتاعتنا بحيث إنها تكون ماشية معاها، وأي فتحات موجودة في السقف مش هنلاقي فيها أي بلاطات عشان يصبح لنا ال دي إكس إف بتاعنا في الآخر حاجة بالمنظر دوت. ده الشكل النهائي للدي إكس إف بتاعنا. ورحت بختار ان نقطة الاورجن بتاعتنا هي نقطة المنتصف بالظبط ما بين تقاطع الدياجونال ده والدياجونال ده، على ان دي نقطة همسك منها الموديل بتاعنا او همسك منها الدي اكس اف بتاعنا. ده بالنسبة للدي اكس اف بتاع دور الباركينج.